هل هذا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ نعم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يترك الشيء الذي ليس من شأنه، يترك الشيء الذي ليس من شأنه، يعتني بالشيء الذي هو معني به ومن شأنه.